بداية أخبارنا المتنوعة من عند المنتخب الأولمبي، وهي طلب ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب وزامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا يوم 22 مارس المقبل، وتقام مباريات المرحلة الحاسمة من التصفيات والتي ستتضمن مباراتي منتخبنا الأولمبي أمام زامبيا ذهابا وإيابا خلال الفترة من 20 لـ 29 من شهر مارس 2023. تعالوا بينا نرجع نكمل أخبارنا المتنوعة. طرح نادي الإسماعيلي وقاد لاعبه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد باستاد برج العرب بإسكندرية في إطار الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز، وبيخوض الفريق معسكر سكندري منذ أيام بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي من أجل تركيز بشكل أكبر على هذا اللقاء الصعب، وطبعا بنتمنى التوفيق للدراويش في هذا اللقاء. حصل نادي غزل المحلة على البطاقة الدولية للمهاجم النيجيري تشارلز يونغ المنضم حديثا للفريق، مما يتيح له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة أمام حرس الحدود القادمة في الدوري الممتاز. وأتم نادي غزل المحلة تعاقده مع النيجيري تشارلز يونغ قادمة من نادي اف سي وين روكيت النيجيري لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. حصل المحلة أو نادي غزل المحلة على خدمات تشارلز في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف فريقه بلاعب شاب مميز يمتلك قدرات فنية ومهارات رائعة. كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الدولي للدراسات CIES الرياضية عن ترتيب أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الجناح في العالم من عام 2022 وفقا لما قدموه في مباريات مع أنديتهم بجميع المسابقات المحلية والقارية. وفقا للدراسة دي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا كان أفضل جناح في العالم لسنة 2022 بعديه فينيسيوس جونيور برضو، وبعد كده كيفين دي بروين، بعد كده فليب، بعد كده رافائيل، بعد كده كمان كومان، بعدين امبابي، ثم فيا، ثم كودي، ثم فودن. هي دي القائمة لأحسن جناح في العالم عن عام 2022 جاءت القائمة التالي كما قلتها لحضراتكم. طيب عايز أقول لكم إن اقتحم الأرجنتيني فرنانديز نجم خط وسط بنفيكا البرتغالي قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ الانتقالات لكرة القدم بعد انضمامه رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي بآخر لحظات الميركاتو الشتوي 2022-2023 في صفقة قيمتها وصلت لي 121 مليون يورو بعقد مدته 8 سنوات ونص حتى يونيو 2031. وفقا لإحصائية لمواقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام وإحصائيات اللاعبين، أصبح الدولي الأرجنتيني فرنانديز نجم بنفيكا سادس أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات لكرة القدم. وهنستعرض معاكم دلوقتي أغلى اللاعبين في تاريخ الانتقالات لكرة القدم، نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ثم مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان 180 مليون يورو، ثم عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة 140 مليون يورو، ثم كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة 135 مليون يورو، بعد كده فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد 127 مليون يورو، ثم إنزو من بنفيكا إلى تشيلسي 121 مليون يورو، ثم جريزمان
من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو. ثم جريليتش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي 118 مليون يورو. بعد كده رونالدو من ريال مدريد إلى اليوفي ب 117 مليون يورو. ثم هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد 115 مليون يورو. كده نيمار هو الأغلى. طيب تعالوا نروح ل رونالدو. رونالدو عبر عن سعادته البالغة بإحرازه أول هدف لي مع نادي النصر السعودي في الدوري السعودي للمحترفين، واللي أحرزه امبارح من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء، ليعادل النتيجة 2-2 أمام فريق الفتح. وقال رونالدو على حسابه الشخصي على تويتر: سعيد بتسجيل أول أهدافي في الدوري السعودي بعد عمل رائع من الفريق بأكمله لتحقيق هذا التعادل المهم في مباراة صعبة للغاية.